بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا Thank you.
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صدق الله العظيم.